صباح الخير عليكم خوتي المغاربه. اليوم السبت 16 جويي 2022. هذا الفيديو هذا الصباح من هذه البلاصه الجميله عندنا في مدينه اكادير حديقه بنو زيدون. البيئه الطبيعه هذا الشيء كان خصو يكون في اي حي من احياء مدينه اكادير، للاسف كاين غير في هذه البلاصه هذه في انتظار احياء اخرى الى سهل الله ولا لقاو الوعاء العقاري، لان ما في العقار اتت على الاخضر واليابس في هذه المدينه. هذه مدينه اسمنتيه، مدينه رجعوها بدون روح، ماشي مشكل. كتعرفوا هذا الصباح علاش داير هذا الفيديو؟ كل يوم سبت بعدا البيئه الطبيعه قوم جاب بوريضات والوريضات للدار وليكم هانتوما واحد شي شويه. هذا الفيديو هذا الصباح كاين واحد الهاشتاغ اللي هادي واحد اليومين داير خبله في مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ مازوت 7 دراهم، هاشتاغ البنزين 8 دراهم، ولكن الاجمل هاشتاغ اخنو سير في حالتك علينا. صحف عالميه تكلمات على هذا الهاشتاغ وعلى هذا الشيء كامل، هذا الحراك اللي كيتحركوا الشعب المغربي، ولكن العالم الافتراضي المده الزمنيه ديالو محدوده، نقدروا غدا ولا بعد غدا نفيقوا ونساو هذا الشيء وندوزوا لحاجه اخرى. خصنا نترجلوا، خصنا نوقفوا وقفه رجل كاملين، خصنا نحدوا الباس، لان عزيز اخنو انا ما عنديش حاجه ضده، ولكن ما يصلحش لاداره هذه البلاد هذه. درت حمله في انتخابات قبل 8 شتنبير، ولكن الصوت ديالي انا درت حمله ضده، الصوت ديالي بحال واحد حبه ترى من في شاطئ، والو اش كيكون رضا قدام الجيوش ديال التواصل والشركات اللي هو جند باش يقدر ينجح هو ذاك المشروع ديالو، ولكن مشروع ماكيافيلي، لان اول ما طلع خدم مصالحه الشخصيه، المحروقات، العقار، الغاز، الاكسجين، وفي المحروقات راه كاين اخطر، ما تشوفوش غير المازوت وهذا الفيول الصناعي، بزاف ديال الحوايج، الغاز، المهم داير خبله في المغرب، عمر جيابو ما عرفناش فين غادي. الفيديو ديال هذا النهار الله يرحم لكم الوالدين، اجيو نترجلوا، اجيو نزيدوا لقدام، كيفاش خموا معنا كيفاش نقدروا نحيدوا عزيز اخنوش؟ ما يصلحش لهذ البلاد. كتعرفوا احنا اليوم في مدينه اكادير شمال المملكه يحترق، حنا ما مشيوش للحوايج اخرى، كاين بزاف 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 ما يتقال عليه، وما كاينش شي قطاع اللي تراسه 17 عام هو وزير الفلاحه شي حاجه في داك الشيء اللي كان فيها ونجحها. الصيد الفلاحي، الصيد سمحوا لي، الصيد البحري كارثه، الفلاحه والمخطط الاخضر وشحال كلات من الميزانيه ديال الشعب، فلاحه خطا، التنميه القرويه فضيحه، المياه والغابات فضيحه، فين ما مشيتوا الفساد، فشل في كل شيء، وما فهمتش كيفاش جا عاوتاني. شديتوا 200 درهم ماشي مشكل، اللي عطى الله عطاه، باش تشدوا 200 درهم كان واجب تفقيركم وتوليو تابعين 200 درهم و100 درهم وتبعوا غير 5 دراهم، هذه راه خطه معروفه. كتعرفوا مثال اخر، شمال المملكه يحترق، كان خاص رئيس الحكومه يكون واقف تما بجنب الساكنه، يكون كيعطي التعليمات ديالو ويبين للشعب المغربي الحرائق ها هما كيتطفاو. رحلنا المئات من العائلات المغاربه، احنا غادي نعاودوا نرجعوهم، غنبنيو لهم، غنقدموا لهم دعم، تحرقوا لهم المواشي ديالهم، غادي نعطيوهم هادشي كامل، حتى حاجه ما دارها، وبحال الا حتى حاجه ما طرات. كتعرفوا الشمال كيتحترق، الناس مساكن تكرفصوا، وجنوب المملكه كنشطحوا. مدينه اكادير اخنوش كيعطي جلسه هنا مبرع، كيعطي انطلاقه ديال التليفيريك اللي هو مشروع ديال الخواص، كيعطي انطلاقه ديال مهرجان تيميتار، زعما ما كاينش في هذا العالم، كيتسارى مع راسه في تغازوت ما مسوقش بخير وعلى خير، اللي بغى يتحرك مادام الفلوس داخله بالبلاط ولا بالكاميونات ما عندوش هو مشكل. عرفتوا واحد القضيه، خرج يتسارى نهار 2 من المشروع ديالو في تغازوت جنب البحر، غير هو عتب برا تلقاو ليه 8 د الكلاب، 8 بالحساب، كانوا غادي ياكلوه، ومشاو ليه بواحد الطريقه ما مفهوماش، مشاو ليه مباشره، راهو ما كانوش الناس ديال الامن الخاص اللي عتقوه، وهما اللي بالزراوط وبالحجر وهذا تجروا على دوك الكلاب كانوا غادي ياكلوه، هذه راه حقيقيه، عندك تسحبكم راني كنكذب ولا شي حاجه. المهم الله يرحم ليكم الوالدين، الى اجيو نترجلوا، راه الهاشتاغ ولا العالم الافتراضي ما كافيش، اجيو نترجلوا، اجيو كاملين نتحدوا شعب مغربي، بغينا انطلاقه لهذ البلاد. كتعرفوا الا حيدنا اخنوش غتكون عندها واحد القيمه
واحد القيمه اقتصاديه. غادي نعيشوا ازمه اقتصاديه، ازمه سياسيه لمده محدوده. يخلعكم شي واحد يقول لكم لا راه ما عرفتش شنو غيطرا، ولا غنوليو سوريا، ولا غنوليو لبنان، هذه هضره خاويه. احنا ناس ديمقراطيين، احنا ناس واعيين، دونك الى حيدناه غادي نحاولوا هاد ما تكونش ديك 200 درهم ما غادي يلعب بينا حتى واحد. غنشوفوا ناس الكفاءات اللي غيسيروا هاد البلاد، وغنديروا انطلاقه ديال واحد المغرب اللي المغاربه كلهم ينتظرونه. بغينا واحد المغرب لواحد 30 عام اللي جايه، ماشي غير اليوم. ما بغيناش غير هاد 4 سنين، وما بغيناش شي واحد ينهب اموال الشعب المغربي. وإلا حيدنا هاد اخنوش راه ما خصهاش توقف بحال هكاك، خاصو يدوز قدام المحكمه، خصو يدوز للصناديق ديال الدوله، خصو يرجع 1700 مليار، خصو يرجع الدعم اللي خدا، يرجع كاع ديك الاموال. لان ما كاينش ان الوطن الغفور الرحيم ولا ما عرفت شنو ولا شي حاجه. عافاكم، الهدف من هذا الفيديو نحيدوا من العالم الافتراضي ارانا المعقول، ارانا نتحدوا من اجل ليسونس يعاود يهبط الثمن ديالو، المازوط يعاود يهبط الثمن ديالو، الثمن الطبيعي. اخنوش وحكومته يمشيو يلعبوا يحيدوا علينا. بغينا ناس، بغينا كفاءات، حنا ما عندناش مشكل مع الاحزاب، بغينا الكفاءات، الناس اللي غيجيو يخدموا هذا الوطن، اللي غادي يخدموا الشعب المغربي، ماشي يخدموه بالدارجه، اللي غادي يكونوا في خدمه الشعب، لان يخدموه راه كيخدم فينا نيت دابا اخنوش. وككل يوم سبت الوريضات، ما يمكنش انا شخصيا ندخل داري نهار السبت بلا الوريضات ديالي لعائلتي. كنهديكم هاد الوريضات للساكنه ديال مدينه اكادير، للساكنه ديال جهه سوس مسا، الى كل المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، وكل التضامن مع ساكنه شمال المملكه. اخنوش ديجاج، الله يحفظ بلادنا من اي سوء. بغينا مستقبل جميل ونقدروا عليه، عندنا الكفاءات، عندنا الطاقه، عندنا الخيرات في هاد البلاد، كيمكننا نزيدوا لقدام.